مع الحدث مشاهدينا، أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. اليوم نتحدث عن ملفين ونناقش معكم الملف الأول الخاص بآخر مخرجات مجلس الوزراء تحت ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذا الاجتماع الذي خرج بالعديد من النقاط، ولعل أهم النقاط وهي تدابير احتياطية لمواجهة الحرائق، حرائق موسم الصيف القادم، وكذا نقطة تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الحرائق. إذن وهذا بهذا الخصوص أتشرف باستضافة في استوديو مع الحدث السيد رشيد بن عبد الله رئيس مكتب مكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات. أهلا بك. شكرا أستاذي، نشكركم على هذه الاستضافة. شكرا لك أستاذي الكريم. أولا بخصوص هذا الموضوع، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تحدث في آخر اجتماع لمجلس الوزراء عن نقطة الحرائق ومكافحتها لهذا الموسم، موسم الصيف القادم. أنت كرئيس مكتب بمكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات، كيف تقيمون هذه النقطة؟ والله كي نشوفوا في اعلى هرم اهتموا بحرائق العابات، يعني نقولوا باللي كاين فيها اهميه كبيره، وسيد الرئيس اعطى اهميه كبيره لهذا الملف. نعم. وهذا الملف يعني شفناه باللي اخذ ابعاد كبيره في 2021 و2022، على اساس الدوله حبت تعطي له اهميه كبيره، وإن شاء الله في إمكانيات في هذا المجال. نعم، نبقى فقط في هذه النقطة. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ركز على الحرائق الغابات وكذا التصدي لهذه الحرائق. إذن سيدي الكريم، نتحدث عن أهم الإجراءات التي اتخذتها أو اتخذتموها على مستوى مديرية الغابات للحد من حرائق الغابات. نعم، فيما يخص حرائق الغابات، احنا كل عام يعني عندنا برنامج او عندنا استراتيجيه اللي نقوم بها تتمثل في محاور اساسيه، وهو التحسيس والتوعيه، وكذلك العمل الاستباقي في الغابه. فيما يخص التحسيس والتوعيه، كنا قمنا بهذه تقريبا من 25 اكتوبر اليوم الوطني للشجره، تبدا فيها حمله التحسيس والتوعيه للمواطنين الكرام، بان نفهمهم في اهميه الغابه وكذلك الحفاظ عليها. كذلك فيها يعني دروس في المساجد على حمايه الغابات والثروه الغابيه، وكذلك فيها في الجرائد فيها مقالات على حرائق الغابات، ونوزعوا مطويات ومنشورات، ونروحوا للمدارس كذلك باش نفهموا اطفالنا الكرام على اهميه الحرائق. كل هذا هذا العمل يكون بالتنسيق مع يعني جهات أخرى لتساعدنا في هذا المجال. كذلك فيما يخص الأعمال الوقائية، الأعمال الوقائية نقوم بها كذلك قبل في تقريبا في أفريل كل أعمال وقاية تكون يعني تقريبا خلصت. هذا العام شفنا في مجمع صون الغاز اللي كان درنا معه اجتماع، مجمع صون الغاز، الشركة الوطنية السيك الحديدية، اتصالات الجزائر، المديرية الأشغال العمومية، كل اللي عندهم يعني في الغابة يعني مشاريع تاعهم في الغابة أو يعني حاجة اللي تفوت في الغابة، هذا كامل كنا درنا معهم تنسيق، وكذلك اجتماعات، وكذلك مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني. نعم، تكلمت عن هذه الهيئات. الآن سؤالي فيما يتخص بالمواطن، هناك من يدعو لضرورة إشراك المواطن للتصدي أو لهذه أو الدخول في هذه الحملة، حملة الوقاية من حرائق الغابات. ما هي الميكانيزمات التي من شأنها إشراك المواطن في هذه الحملة؟ نعم، فيما يخص المواطنين، احنا المواطنين درنا شريك اساسي معنا في الاستراتيجيه الجديده، فهمناه ما هي الحرائق، اثر الحرائق وكيفيه معالجتها. المواطن يعني درناه كشريك اساسي باش، لان تعرفوا بالغابه الجزائريه فيها الناس ساكنين داخل الغابه او مجاورين الغابه، السكان هذه المناطق اعطينا لهم فرصه باش يقوموا بعمليه يعني تحسيس وتوعيه
في هذا المجال، وكذلك عملية الحراسة والتبليغ والتدخلات الأولية لكاين المواطنين يكونناهم في هذا المجال في التدخلات الأولية. هذا المواطن تقريبا عندنا 2600 أكثر من 2600 لجنة لهذه السكان المجاورين ليتقوم بهذا العمل. نعم، نتكلم عن نقطة أخرى وهي لمسنا إرادة قوية من طرف السلطات والحكومة الجزائرية من أجل الحد من الحرائق بعد دعوة وبعد قرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء لاستعمال التكنولوجيا للحد من الحرائق الغابات. كيف يعني تقيمون هذه النقطة؟ نعم، فيما يخصنا نشوف اهتمام الدولة بهذا الملف، يعني في أعلى هرم كان سيد رئيس الجمهورية أمر باستعمال وسائل وتقنيات جديدة فيما يخص يعني وإنشاء مؤسسات صغيرة فيما يخص لمتابعة الحرائق في ويعني كي تكون الحرائق في وقتها تكون متابعة آنية يعني في الوقت. فهذه المؤسسات الصغيرة متكونة من تشرف على ما يسمى الطائرات الصغيرة طائرات درون. هذه طائرات درون احنا في الغابات نستعملها كتقوم بالحراسة وكذلك اكتشاف مناطق اللي فيها الحرائق. على بالكم باللي الغابة الجزائرية تكون من 4 ملايين و100 ألف هكتار مساحة الإجمالية نتاعها، مساحة يعني شاسعة، وكذلك موجودة في مناطق جبلية يعني صعيبة يعني تضاريس صعبة، باش نجوبوا احنا كل هذه المناطق يعني لازم لنا إمكانيات كبار. ويعني ورئاسة الجمهورية ولا أعلى سلطة كانت قالت باش نستعملوا هذه الوسائل من وسائل كتقنيات جديدة وإن شاء الله تكون في أقرب وقت. نعم، نقطة أخرى، فصل الصيف هذه السنة بدأ مبكرا، يعني أنتم كمديرية مكلفين رئيس مكتب بمديرية العامة للغابات، هل سجلتوا حرائق على مستوى الغابات الجزائرية؟ نعم، سجلنا في تقريبا في مارس حتى الأفريل تقريبا أكثر من 70 هكتار، وكان أكبر حريق هو على مستوى تنس ولاية شلف اللي سجلنا 10 هكتارات. المساحة الإجمالية يعني شفناها بلي خارج يعني لا كومبان تاع أول جوان إلى 31 أكتوبر الحملة للوقاية ومكافحة الحرائق، هذه كنا سجلنا حرائق. ما تنساوش باللي في هذه الأيام في درجة الحرارة مرتفعة، على بالكم باللي درجة الحرارة كي تكون درجة الحرارة مرتفعة تكون فيها حرائق، احنا يعني بالتجربة تاعنا نعرفوا باللي كاين حرائق. كذلك شفنا باللي احنا الحملة الوقاية ومكافحة الحرائق تبدأ عندها تقريبا 5 شهور مدة زمنية 5 شهور، لكن راهي درجة الحرارة مرتفعة، نظن باللي هذا العام تكون قبل من أول جوان اللي تكون افتتاح موسم الحرائق الغابات. نعم، نتكلم الآن عن ما بعد الحرائق. بعد سنتين عاشتها الجزائر، سنة 2021 و2022 سجلت المناطق واسعة من التراب الوطني حرائق كبيرة أودت بحياة العديد من الأشخاص وكذا الثروة الحيوانية والنباتية. هل كانت هناك حملات تشجير على مستوى هذه المناطق المتضررة؟ نعم، فيما يخص حرائق الغابات 2021-2022 كانت فيها خسائر بشرية ونترحم على شهداء حرائق الغابات، وكذلك سجلنا خسائر في مساحات في الغطاء النباتي وكذلك حيوانات. فيما يخص العملية التشجير، العام الماضي يعني غرسنا تقريبا 11 مليون شجرة، وهذا العام 4 ملايين شجرة. هل فيه متابعة لهذه الحملات، هذه الأشجار أو الغطاء النباتي الذي يعني التشجير، يعني هل فيه متابعة من طرف المكتب أو من طرف
في مديرية الحماية أو الغابات. نعم، المديرية العامة للغابات كما تعلمون أن كي تكون حرائق إحنا ما نغرسوش في هذيك المنطقة اللي تقول فيها حرائق حتى يكون في غطاء، يكون في تجديد الغطاء النباتي طبيعيا. إحنا تقنيا نحب التغطية، يعني التغطية الطبيعية على تدخل الإنسان. نشوف المناطق هذه كي لما تغطت يعني متجددت طبيعيا نقوم بعملية غرس، يعني عام قبل نقوم بعملية غرس. الأماكن اللي قلت أنا 11 مليون شجيرة و4 مليون شجيرة، هذيك المناطق اللي كانت سجلت فيها حرائق تقريبا عندها أكثر من عام. نعم، نتكلم عن تكلمنا سابقا عن لجان المراقبة، هل فيه لجان يعني تكثيف للجان المراقبة خلال موسم الحر أو خلال الذروة التي تشهدها يعني الأيام الصيف؟ نعم، فيها جهاز عمليات اللي تقوم بها مديرية العامة للغابات اللي هي تشرف عليه. هذا الجهاز يتكون من كما قلت يعني أبراج مراقبة، كاين تقريبا 400 برج مراقبة، كذلك الفرق المتنقلة اللي تجوب الغابة، اللي تكون داخل الغابة وتجوب الغابة، وديك إذا كان يكون في حريق تكون بعملية التدخل الأولية. هذه الفرق المتنقلة كاين تقريبا 544 فرقة متنقلة. كذلك عندنا الورشات، عنا بالكم اللي احنا نقوم بعملية في الغابة، يعني تلقية الغابة أو جني الفلين، عندنا أكثر من 800 ورشة وفيها 8000 يعني عمال. هذو 8000 عمال نقدروا نستعملهم في إذا كان حرائق كبار نقدروا نستعملهم. كذلك عندنا 2500 أكثر من 2500 نقطة مياه لتزويد السيارة التدخل تاعنا، وكذلك سيارة التدخل الحماية المدنية. زيادة على كل هذا فيه كان أرتال متنقلة. الأرتال المتنقلة هذا العام اللي كان تقريبا 20 العام الماضي، هذا العام زدنا 15 أرتال متنقل. الأرتال المتنقل ماشي هو كما الأرتال المتنقل الكبار اللي تاع الحماية المدنية. الأرتال المتنقل متكون من 8 سيارات رباعية الدفع ذات سعة من 800 إلى 1000 لتر، وكل سيارة فيها تقريبا شخصين أو ثلاثة. هذه تزيد تكملة على الفرق المتنقلة المتواجدة على مستوى الوطن. وهذه الفرق هذه الأرتال المتنقلة إذا كان حرائق ما تقدرش تسيطروا عليها في ولاية يعني اللي موجودة فيها، يكون دعم من ولايات أخرى، هذه اللي تكون يعني تزيد أو تدعم الجهاز اللي موجود. نعم، نتكلم الآن عن المناطق، بما أنه تكلمت عن مناطق يمكن الوصول إليها للحد من انتشار الحرائق، هناك مناطق معروفة ببؤر للحرائق خلال موسم الصيف خاصة في المناطق الوعرة، يعني ما هي التدابير التي تتخذونها قبل يعني نشوب الحرائق؟ نعم، فيما يخص هذه المناطق أو كل مناطق الغابات احنا نقوم بأعمال وقائية. أعمال وقائية هي تنقية نقاط المياه، فتح المسالك، ترميم مسالك، مسالك الربيع، وكذلك فتح خنادق، الخنادق مضادة للنيران. كل هذه الأعمال تكون نقوم بها مقبل، وكذلك نصب في المناطق نديروا الأبراج مراقبة. هذه الأعمال تكون قبل في هذه المناطق، وكذلك ما تسيرش الوسائل الأخرى اللي موجودة عند الحماية المدنية باش نوصلوا للمناطق هذه. هنا نتكلم عن التواصل بين مديرية حماية الغابات وكذا الحماية المدنية، أكيد فيه تواصل بين هاتين الهيئتين، يعني احكي لنا كيف يعني يتم التواصل خلال خاصة خلال يعني نشوب حريق يكون حريقها. نعم، عند إشعارنا بالحريق أو البرج مراقبة كي يشوف نقطة فيها حريق يعلن الدورية اللي تكون في أقرب يعني بلي بيكون فيها حريق، هي تروح تتأكد يكون فيها حريق أم لا. عندما تتأكد من الحريق بلي موجود تدخل هي، إذا قدرت تدخل هي وتتسيطر على الحريق يعني مش مشكل، إذا ما قدرش نتصلوا مباشرة بالحماية المدنية اللي كذلك تكون في أقرب منطقة باش تقوم بعملية إخماد الحريق. التنسيق يعني معروف بين التنسيق بيننا وبين الحماية المدنية، فيه تنسيق قوي بيناتنا. نتكلم الآن عن يعني شفنا أنه فيه خسائر في الثروة الحيوانية خاصة في السنتين الماضيتين، يعني
يعني نتكلم هنا عن المحميات الطبيعية الخاصة بالحيوانات، هل فيه برنامج أولي لهذا لهذه المحميات على غرار يعني الغطاء النباتي؟ نعم، فيما يخص هي اسمها محمية، يعني محمية أصلاً محمية في فصل يعني في وقاية ومكافحة الحرائق، يعني في لاكومبان هذه تكون نفس التدابير اللي موجودة على المناطق الغابات، لكن فيه هذه الوسائل الإضافية هي موجودة داخل هذه المحمية باش نقوم بعملية يعني تكون حماية أكثر بالنسبة للثروة الموجودة، لأن المحمية فيها نباتات يعني ذات نوعية يعني نادرة أيضاً، نادرة ما نكونش، وكذلك حيوانات نادرة على هذا الأساس اللي تكون فيها المحمية هذه كل وسائل باش نجنبوا الحرائق. تكلمت منذ قليل عن استغلال طائرات الدرون، هذه النقطة جديدة على يعني المديرية العامة لحماية الغابات، يعني كيف سيكون برنامج استغلال هذه الطائرات او هذه التكنولوجيا الجديدة؟ والله احنا هذه الطائرات هذه تكون لها فائدة كبيرة في عملية الحراسة وكذلك تبليغ الحرائق. إذا كان طائرة الدرون يعني تكون في الغابة والدور، يعني الإنسان اللي يحب يشعل النار ما نظرش يتجرأ باش يشعل النار. هنا النقطة، يعني هل تستفيد منها أبراج المراقبة؟ نعم، هي إضافة لأبراج المراقبة، أبراج المراقبة راهو يراقب، راهو في المكان ديالو ويراقب، كذلك هذه تقوم بعملية مسح لكل المناطق الغابية، وإذا كان فيه الأبراج المراقبة ما يشوفش حريق ولا هي تمد لنا المنطقة اللي فيها الحريق ويكون فيه تدخل السريع، لأن الحريق إذا كان في الثواني الأولى أو في داخل الأولى قضينا عليه ما نضش تكون فيها كارثة. هل فيه يعني أوامر بالشروع بتجريب هذه الطائرات الخاصة؟ والله هذه بالنسبة للطائرات الخاصة رانا يعني راهي موجودة، ما رانا مع لو سونتر دو ريشيرش فيما يخص طائرات الدرون، هذا المركز البحث، وهذا رانا في تقريب في بروتوتيب، يعني شفنا البروتوتيب الاولي ونسنى ان شاء الله مع كان السيد رئيس الجمهوريه امر باش تكون فيها طائره الدرون يعني محليه الصنع، ان شاء الله تكون وتيره في ويكون فيها البروتوتيب يكون واجد ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. نتكلم الان عن نوع اخر وهي طائرات المتوسطه الحجم، وامر رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون باقتناء او شراء 6 طائرات متوسطه حجم للحد من انتشار الحرائق، يعني هذه النقطة جد مهمة بالنسبة للمديرية العامة للغابات، يعني كيف ترون هذه النقطة وكيف ستستغلون هذا يعني الطائرات؟ أنا فيما يخص المديرية العامة للغابات هي الدور تاعها هو الحراسة التبليغ والتدخلات الأولية. الوسائل الكبرى هي من 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 هيئات أخرى اللي تستغلها. إذا هدرنا كان رئيس الجمهورية أمر بشراء 6 طائرات، نظن باللي الهيئات الأولى اللي في هذا المجال هو الجيش الوطني الشعبي وكذلك وزارة الداخلية وجماعة المحلية وهيئة الطيران المدني، أنظن هما اللي يقومون بهذا يعني يشرعون في عملية المناقصة لاقتناء هذه الطائرات. هذه الطائرات أنظن تكون يعني تكون بالفائدة للغابات. ما تنسوش باللي غابات الجزائرية قلت أنا 4,100,000 هكتار و80% في مناطق جبلية وعرة. هذه الطائرات متوسطة تقريبا فيها 3,000 لتر، تقوم يعني تنجم تكون خفيفة وتكون تقوم بعملية تكون خفيفة وتكون عملية ليروتاسيون، يعني بإطفاء النار تعود ترجع إن شاء الله تكون تعود بالفائدة، لأن السلطات العليا درست مليح الملف وإن شاء الله يكون اقتناء في أقرب وقت. نعم، إن شاء الله. فقط في دقائق أو في ثواني فقط نتكلم، أو ما هي أهم النصائح للمواطن الجزائري فيما يخص هذا الموضوع؟ والله أنا تكلمت على الهيئات وتكلمت على الشركات اللي تقوم بعملية تنقية الغابة، أنا أنصح المواطنين اللي يكونوا داخل الغابة أو مجاور الغابة باش يقوموا بعملية يعني يديروا الشريط وقائي في المنازل تاعهم أو الممتلكات تاعهم، يحمي نفسه من الله يقدر ان شاء الله ما يقدرش باش يكون فيها حريق، يحمي نفسه
من الحرائق، وكذلك يحمي الأملاك ديالو من الحرائق. وكذلك المرسوم التنفيذي 44-87 يمنع منع النبات يعني اشعال النار في الفترة من أول جوان إلى 31 أكتوبر. وكلمة الأخيرة هي حماية الغابات مسؤولية الجميع. شكرا لك أستاذ رشيد بن عبد الله رئيس مكتب مكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات، كنت ضيفي مع الحدث، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا نلتقي بعد قليل في الجزء الثاني من مع الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الثاني من مع الحدث، ونناقش فيه تصريحات وزير الاتصال محمد بوسليماني حول أهمية الصحافة الرقمية والإلكترونية في الدفاع عن قيم الجزائر الجديدة. إذن مشاهدينا وبدون إطالة وللنقاش في هذا الموضوع أتشرف باستضافة معي وعلى عبر الهاتف الأستاذ نصر الدين مهداوي أستاذ علوم الإعلام والاتصال. أستاذي الكريم إن كنت في الاستماع أهلا بك. مرحبا بك سيدي الكريم. نعم. وشكرا على حسن الاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة. إذا مشاهدينا وأستاذي الكريم، لو نتحدث وحدثنا أستاذ عن الواقع السمعي البصري في نظرك أستاذ في علوم الإعلام والاتصال. والله لما نتكلم على واقع السمعي البصري في الجزائر صراحة نتكلم من شقين، الشق الأول ما يتعلق حول طبيعة المضامين التي تعالج على مستوى المناظر الإعلامية سواء الإذاعية والتلفزيونية، نتكلم على كذلك على طبيعة القيم الخبرية والقيم الهادفة التي يجب أن تروج ضمن المضامين السمعي البصري، مما نعيد نرجع به إلى القانون العضو المتعلق بالإعلام الذي تكلم كثيرا وأسهب كثيرا فيما يتعلق في نشاط السمعي البصري في الجزائر، الذي يحتاج إلى إعادة الهيكلة، إلى إعادة التنظيم فيما يتعلق في أول بناء المحتوى السمعي البصري على مستوى هذه القنوات وعلى مستوى القنوات الفضائية. وكذلك نتكلم على طبيعة نشاط سلطة الضبط السمعي البصري التي يجب أن تأخذ زمام الأمور وأن تضرب من حديد من أجل يعني محاربة يعني بعض المضامين التي تشوبها وما يتناقض مع قيم وثوابت المجتمع الجزائري، لابد أن تدخل في إطار ما يساهم في إعادة تنظيم وتوظيف معايير بناء المحتوى السمع البصري على مستوى القنوات التلفزيونية لما يخدم حاجات ورغبات الجمهور، ما يسهم إلى تنوير وبعد رسائل قيمية للجمهور. نعم أستاذ نصر الدين مهداوي، خلينا نتكلم عن الصحافة الإلكترونية أو الرقمية وهي نتاج للتكنولوجيا الحديثة. يعني الوزير الاتصال محمد بوسليماني صباحة اليوم تكلم عن الصحافة الإلكترونية والرقمية وأهميتها في بناء الجزائر الجديدة والدفاع عنها، يعني خاصة لو تكلمنا عن التصدي للهجمات السيبرانية التي تستهدف الجزائر في ظل التكنولوجيا الجديدة. والله أنا حقيقة أثني كثيرا تصريحات السيد الوزير محمد بوسليماني ما يتعلق بالدور الذي يجب أن تدعمه الصحافة الإلكترونية والصحافة المكتوبة للتصدي للهجمات الإلكترونية. نحن نعترف بأن الصحافة الإلكترونية تعتبر وسيلة ديمقراطية لابد أن تجابه التحديات الدعايات والبروباغاندا المنتهجة من جهات ولوبيات ربما غرضها تشويه صورة الجزائر، فلابد على الصحافة الإلكترونية أن تكون وسيلة وأداة ديمقراطية تسهم في إنتاج استراتيجيات أو سياسات إعلامية فعالة تتصدى لكل الخطابات الإعلامية الأجنبية التي ربما تمس برموز الدولة ومقوماتها، وذلك من خلال إنتاج كذلك حملات إعلامية تعمل على تعزيز وتثمين مقومات الوحدة الوطنية ورموز الدولة وتثمين القرارات السياسية والدبلوماسية ومواقفها السيادية التي تهدف على الحفاظ على الأمن القومي والاجتماعي، لسيما إنتاج رسائل إعلامية هادفة إلى تحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية وتحسين صورة الجزائر على جميع الأصعدة والمستويات كردا ردعيا للإعلام المضاد الذي يود من خلال رسائلهم الإعلامية شن أو حرب
نفسية إعلامية غرضها زعزعة الاستقرار الجزائري. نقطة أخرى أردت أن أشير إليها ما يتعلق بالصحافة الوطنية، وأنا أثمن كثيرا التصريح الذي صرح به السيد الوزير ما يتعلق أنه لابد على الصحافة الوطنية أن تقوم بالترويج إلى أهم الإنجازات والاستحقاقات التي آلت إليها الجزائر خاصة في عهد الجزائر الجديدة، وربما أن تأخذ إنجازات الجزائر حيز كبير في الصحافة الوطنية، ودور الصحافة الوطنية هنا يبرز من خلال إسهامها في الترويج الحقيقي لإنجازات الجزائر ما يتعلق بالتنمية المستدامة في شتى الميادين والأقطاب، ولابد كذلك أن تكون وسيلة ترجمة الصورة الحقيقية للجزائر. نعم أستاذي الكريم، أستاذ نصر الدين مهداوي، خليني فقط في هذه النقطة لأطرح لك السؤال عن أهمية المواقع الإلكترونية الرسمية أكيد في الدفاع عن الجزائر. والله سبق وأشرت لما نقول الدفاع عن الجزائر، هذا التصريح لن يصرح به فقط السيد الوزير، وإنما تمنه في أحد الحوارات الصحفية السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد بن تبون، ما يتعلق أنه لابد أن تغير الصحافة الجزائرية وظائفها وأدوارها من خلال تنوير الرأي العام الوطني والدولي بمجريات الأحداث والوقائع إلى التوجه بهذه الصحافة بهذه الوسائل الإعلامية كسلطة رابعة في التصدي للهجمات الإلكترونية واتخاذ من المواقع الإلكترونية منابر للدفاع عن مقومات ورموز الدولة الجزائرية. نعم، سؤال آخر أستاذ مهداوي فيما يخص اهتمام الدولة بقطاع الرقمنة في كل القطاعات، وموضوعنا اليوم عن قطاع أو في قطاع الصحافة أو في نعم في قطاع الصحافة، لو نتكلم عن هذه النقطة، يعني ما هي قراءتكم لهذه النقطة؟ ما يتعلق بمجال الرقمنة، وهو لم إذا أردنا أن نرقى الصحافة الجزائرية إلى ما يسمى بالاحتراف، لابد علينا أن نواكب الحتمية التكنولوجية كما أشار إليها مارشال مكلوهان في نظرية الحتمية التكنولوجية. نحن نعرف اليوم الجمهور يعرف ما يسمى بالهجرة أو الانتقالية من وسيلة إلى أخرى، يعني كلما ظهرت وسيلة إلكترونية جديدة كلما ظهرت وسيلة تطرح العديد من الخوارزميات والخصائص والميزات للجمهور، فبالتالي الجمهور يواكبها، وهذا ما تعيشه اليوم الصحافة المكتوبة والإلكترونية صراحة اللتان أصبحا مهددتان بالانقراض في ظل ظهور ما يسمى بالصحافة الشبكية. ونشوف الآن نضرب المثال بالتجربة الصينية في مجال الإعلام اللي مشات إلى ما يسمى بصحافة الذكاء الاصطناعي. لابد أن إذا أردنا أن نرقى بمجال الصحافة الإلكترونية ونرقى بمجال الإعلام في الجزائر، لابد أن نخوض غمار ما يسمى بصحافة الأتمتة وصحافة الذكاء الاصطناعي التي عرفت يعني تجربة رائدة في مجال صحافة الذكاء الاصطناعي، لا سيما اليابان والصين وحتى دول الخليج الآن لديها دراسات سوف تخوض غمار ما يسمى بصحافة الذكاء الاصطناعي. أستاذ مهداوي، تكلمت عن الذكاء الاصطناعي، هذه تكنولوجيا آخر تكنولوجيات أو صيحات التكنولوجيا، وما هو تأثيرها على هذه المواقع، مواقع الإلكترونية؟ أكيد سيكون هناك تأثير على هذه المواقع. والله سبق وقلت أن الحتمية التكنولوجية كلما ظهرت وسيلة جديدة وقاتلت القديمة، لأنه الآن حاجات الجمهور تختلف وحاجات الجمهور في ازدياد، يعني كلما ساهمت تكنولوجيا رقمية في تحسين خدمات الجمهور في تلبية حاجات وإشباع حاجات الجمهور سواء تقنيا أو إعلاميا أو معرفيا، كلما اعتمد ولجأ الجمهور إلى هذه الوسيلة من إشباع حاجاته. ومن نقول اليوم أن الصحافة الإلكترونية والصحافة المكتوبة أصبحت وسيلة مهددة بالزوال، فهذه حتمية تكنولوجية. إذن اليوم قطاع الإعلام في الجزائر لابد يعيد النظر في مجال الصحافة الإلكترونية والمكتوبة، ولابد أن يعيد بريق مصداقيتها حتى تحافظ على مكانتها في الساحة الإعلامية وتحافظ على مكانتها في السوق الإعلامية وتحافظ على جمهورها كذلك. إذن أنا أقول أن الجزائر اليوم في قطاع الإعلام لابد أن تخوض غمار ما يسمى بالذكاء الاصطناعي لأنها حتمية تكنولوجية. خليني نعطيك مثال مجالا في التجربة الصينية في مجال الصحافة والذكاء الاصطناعي.
اللي مشوا الى ما يسمى بصحافه الاتمته، وظهر ما يسمى بالمذيع الالي، وظهر ما يسمى بالروبوتات الاخباريه، وظهرت كذلك الروبوتات التي تقوم باعاده معاينه وفحص وصياغه الاخبار والتاكد من مصداقيتها. ظهرت هناك روبوتات تعمل على التصدي للشائعات والدعايات الاعلاميه والبروباغندات المزيفه الاعلاميه. ظهرت كذلك ما يسمى بالمذيع الالي، ظهر ما يسمى باستخدام الواقع المعزز داخل البلاطوهات التلفزيونيه. أستاذ، تكلمت عن الصحافة المكتوبة وواقع هذه الصحافة، النوع من الصحافة، هل سنشهد يعني اندثار هذه الصحافة والصحافة المكتوبة ببروز المواقع الإلكترونية والصحافة الرقمية؟ والله سبق وأن قدمت قراءات حول قانون العضو المتعلق بالإعلام الذي تكلم عن استقلالية الصحافة المكتوبة والإلكترونية عن قطاع السمع البصري. إذن أنا أقول أن الاستقلالية لا تتم، وهذا الفصل لا يتم إلا بعد أن يتم إطلاق ما يسمى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ستعيد إعادة هيكلة وتنظيم نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية. أقول أن الصحافة المكتوبة اليوم إذا أرادت قطاع الإعلام أن تبقى محافظة على مكانتها في الساحة الإعلامية إلا إذا تم تدعيمها بما يسمى بالتمويل والإشهار، لأنه إشكال مشكل الصحافة المكتوبة اليوم الذي يهدد زوالها هو مشكل التمويل، هو مشكل الإشهار. ونشوف الآن العملاء ورجال الأعمال والمنتجين في مجال الإشهار يلجؤون إلى التسويق الإلكتروني والترويج الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويلجؤون كذلك إلى القنوات الفضائية وحتى على صفحاتها في شبكة التواصل الاجتماعي. أن نقول الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إذا أرادت الاستمرارية والمواصلة في العمل الإعلامي إلا وإن تم معالجة مشكلة التمويل والإشهار لهذه الصحف الإخبارية سواء المكتوبة والإلكترونية. نعم، نعود إلى الموضوع وهو الصحافة الإلكترونية أو الرقمية. والوزير بوسليماني خلال إشرافه اليوم على افتتاح أشغال الدورة التكوينية لفائدة الصحافة والصحفيين في المشتغلين في المجال الإلكتروني أو في الصحافة الرقمية، تكلم عن أهمية التكوين أو تكوين قبل الممارسة. كيف ترون هذه النقطة؟ والله لما نتكلم على قضية تكوين الصحفيين أراها بأنها مبادرة جد قيمة، وحقيقة أنا أثمن كثيرا مبادرة تكوين الصحفيين في مجال الصحافة الإلكترونية التي نجدها المنبر الحقيقي لتنوير القراء بمجريات الأحداث والوقائع والأخبار الحاصلة على مستوى الصعيد المحلي والوطني. إضافة إلى أن هذه المبادرة سترقى بمستوى الصحفيين في مجال الإعلام الإلكتروني ما تعلق بالتحرير، لأنه صراحة أنا لما طلعت شخصيا على عينة بالكتابات الصحفية الإلكترونية لبعض الصحفيين نجد العديد من الثغرات على مستوى فنية التحرير ما تعلق بالصياغة التحريرية، كما نجد بعض المحتويات على مستوى الصحافة الإلكترونية خالية من القيم الخبرية، لأنه حقيقة القيم الخبرية هي العمود الحقيقي للخبر. وأرى بأن المؤشر إيجابي حيث يتجه الصحفيين نحو الاحتراف في مجال الصحافة، ونجده كذلك مؤشر فعال كذلك يسعى لرفع اعتبارها في الساحة الإعلامية بعد أن كانت مهددة بالزوال في ظل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي. وأقول بأنه كلما وصلنا في تدريب وتكوين الصحفيين في مجال الكتابة الصحفية في مجال فنيات وأبجديات الكتابة الصحفية والتحرير الصحفي، كلما ارتقى مستوى الصحافة الإلكترونية إلى 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 الاحتراف، إلى الرقي، إلى 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 صحافة هادفة تسعى على تنوير الرأي العام بمجريات الأحداث باعتبارها عصب مجتمع، عصب هام في المجتمع، وترقى كذلك إلى ما يسمى بإقحام الإعلام والصحافة الإلكترونية في التنمية على شتى في شتى الميادين. نعم، تكلمنا عن التكوين، وأكيد فيها يعني المهتمين بعالم الصحافة الإلكترونية والرقمية، ومنهم الطلبة المتمدرسين يريدون أن يستفسرون عن أساسيات هذا النوع من الصحافة. يعني أنت كأستاذ، ما هي أساسيات هذه الصحافة؟ والله لما نتكلم على أبجديات الصحافة ونقول بأنه هناك صحفي مؤهل وكفء أن يكون صحفي وأن يمارس مهنة الصحافة، هناك مجموعة من الأساسيات. بداية لما نتكلم عن المستوى الفني وعن المستوى التقني، لابد على الصحفي أن يكون مؤهلا في أولا
استغلاله فنيا، التحرير الصحفي كالقوالب التحريريه في الكتابه الصحفيه، الانواع الصحفيه، اللغه الاعلاميه، ان يكون مؤهلا حتى لا يقع في الاخطاء الاملائيه والصرفيه والنحويه، ان يستخدم اللغه التي تخاطب الجمهور، لا يكتب الصحفي لنفسه وان الصحفي يكتب للجمهور، ان يستخدم تلك اللغه الحياديه، لا يستخدم العاطفه، ان يكرس اخلاقيات الدين والمسؤوليه الاجتماعيه والخدمه العموميه في الكتابه الصحفيه. ولا نقول من هب ودب ان يصبح صحفيا، وانما بغض النظر عن الرصيد الثقافي والرصيد اللغوي والمعرفي الذي يجب ان يكتسبه، كذلك المطالعه، المطالعه مهمه جدا للصحفيين، لما يكون الصحفي ملما بمختلف الجوانب، وان يثري عقله بالافكار والمعارف التي تساعده في الكتابه الصحفيه، ان يستخدم اللغه الاعلاميه لا يستخدم اللغه الادبيه، وان يبتعد الصحفي عن كل اشكال الاثاره والمبالغه والتضخيم في الكتابه الصحفيه. هذا هو الشيء الذي نلجا الى تدريبه في الصحفيين. القضيه ليست ازمه قانون وانما ازمه اخلاق، والصحفي لابد ان يتغنى بالاحترافيه لما يكتسب ما يسمى لما يتغنى باخلاقيات الكتابه الصحفيه. نعم، أنت كأستاذ جامعي بجامعة قسنطينة، كيف ترون يعني استجابة أو يعني تفاعل الطلبة مع هذا النوع ومع هذا التخصص من الصحافة؟ والله لما نتكلم على هذا الجانب، حقيقة وجدنا نحن كأساتذة طلبتنا يعني مهتمين كثيرا بهذا المجال، ويريدون أن يكتسبوا يعني مؤهلات وأبجديات الكتابة الصحفية وأبجديات العمل الإذاعي وأبجديات العمل التلفزيوني والتقديم التلفزيوني. الحمد لله فيها مخرجات على مستوى الكلية اللي راهي الآن تمشي وتخوض منظرها في المجال التلفزيون، في مجال الإذاعة، في مجال الصحافة، ولازلنا اليوم يعني نكرس خبراتنا وكفاءاتنا في تخريج كفاءات إعلامية ذات جودة تقدم خدمة عمومية للإعلام والمجتمع. نعم أستاذي الكريم، السؤال آخر وهو السؤال محوري، وهو استحداث قانون الإعلام الجديد بالجزائر بما يخدم الممارسة الحرة لقطاع الإعلام. نحن في الفترة الأخيرة يعني التمسنا الحرية في حرية الصحافة، يعني كيف ترون هذا أو استحداث هذا القانون، قانون الإعلام؟ والله الشيء الذي أثار انتباهي وعجبني في قانون الإعلام، قانون العضو المتعلق بالإعلام، هي قضية هامش من الحرية الموجود في هذا القانون. لما نشوف بأن القانون ثمن كثيرا قضية ما يتعلق ب يعني تكفل بحماية الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، وكذلك العمل من خلال هذا القانون على توفير كل الأجواء المستقرة من أجل ممارسة الصحفي مهامه في أجواء مريحة. يجد أنه ضمنياً يعني داخل هذا القانون وداخل هذه المادة القانونية في حد ذاتها يعني تعطي هامش من الحرية للصحفي لتأدية مهامه. أنا لا أقول حرية مطلقة، وإنما حرية مع احترام حرية في تأدية المهام، لكن شروطها على الصحفي أن يحترم القانون وأن يحترم ولا يتجاوز الحدود الحمراء والخطوط الحمراء في تأدية مهامه، وكذلك لابد على الصحفي أن يحترم نفسه وأن يحترم مؤسسته والخط الافتتاحي للمؤسسة وأن يحترم كل ثوابت وقيم المجتمعي. نعم، إجمالا فقط أستاذي الكريم، ما هو يعني مستقبل الصحافة الإلكترونية والرقمية في نظركم؟ والله نتكلم على مستقبل الصحافة الإلكترونية إذا لم يتم إعادة يعني النظر فيها، لأنه شوف الآن مستقبل الصحافة الإلكترونية الآن هو على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي في ظل ظهور ما يسمى بالخبر الميدياتيكي، في ظل هذا الترند والسبق الصحفي الذي نعيشه على مستوى الصفحات الإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي، أصبح الجمهور اليوم كل اهتماماته بما يتعلق بالمضامين والأخبار كلها تصب في جدارات الصفحات الإلكترونية، وخاصة نحن نعيش الآن سبق صحفي وترند وتنافس بين المؤسسات الإعلامية في نشر المحتويات على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي. أنا أقول أن الصحافة الإلكترونية الآن أصبحت فقط تشيل روابطها التشعبية بالمضامين على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وحقيقة تراجع وتدهور كبير لمقروئية الصحافة الإلكترونية في ظل السيطرة المعلوماتية الموجودة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.
نعم نصر الدين مهداوي أستاذ علوم الإعلام والاتصال، كنت ضيفي على عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا وبهذا نأتي إلى ختام حصة اليوم مع الحدث، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.